البلاد اليوم في عدد جديد طيب الله اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه جديده سنخصصها لمناقشه الموضه السياسيه الجديده لبعض الاحزاب الجزائريه التي صارت تعتمد على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من اجل الاحتكاك بالمواطنين. وهي الظاهرة التي زادت حدتها في المدة الأخيرة تزامنا مع الحملة الانتخابية التي تسبق التشريعيات المقبلة في وقت لا يتردد البعض في التساؤل عن جدوى وفعالية هذه التقنية في إحياء وتنشيط وتفعيل الحياة السياسية في الجزائر التي توصف بالراكدة حسب البعض. هل ستستطيع الأحزاب السياسية في إقناع المواطنين بالذهاب إلى الاقتراع قبل أن تقنعهم بالأفكار والبرامج التي تحملها هو موضوع نناقشه اليوم رفقة ضيفي الكريمين السيد بن نوار نور الدين القيادي في الأفلان والوزير الأسبق أهلا وسهلا بك سيدي خير. مرحبا بك كما أتشرف أيضا باستضافة الدكتور عبد الرزاق عاشوري نائب رئيس جبهه التغيير مرحبا بك سيدي وشكرا على تلبيه الدعوه. شكرا بارك الله فيك. سيدي. مرحبا بك سيدي. سيد نور الدين بالنوار ماذا لو بدات معك النقاش في الجزء الاول بهذا السؤال؟ الفيسبوك اضحى وسيله بالنسبه للعديد من الاحزاب السياسيه ومن الشخصيات العموميه والسياسيه ايضا من اجل نشر بعض الافكار ومن اجل التعبير عن بعض المواقف المرتبطه بالتفاؤلات القائمه في المشهد السياسي السياسه في الجزائر فسدت حسب البعض واصبحت وهميه وهلاميه واصبحت ايضا بعيده عن الواقع حسب البعض كيف تنظر انت الى هذه الظاهره الجديده شكرا على هذه الاستضافه مرحبا بك سيدي اولا بودي باش نحيي ل... متتبعين لهذه الحصه في قناه البلاد حصه بلاد اليوم نحيي الزميل اللي درنا هذا الدكتور عاشور اللي درنا سابقه في البرلمان فعلا الموضوع يستحق كل المناقشه من كل الزوايا انت الان تقول لي علاقه الشبكات الاجتماعيه والانترنت بالاحزاب السياسيه وكيف هذا الولوج تاع والتسابق الى استعمال هذه الوسيله فعلا هناك عده اسباب نقول لك عشيه الانتخابات البرلمانيه اللي راهي وصلت أه التجنيد تاع الاحزاب فيه ركود في الاحزاب الاحزاب في ركود في, الاحزاب ام في, في ام في الساحه السياسيه الساحه السياسيه شكون نشطها الاحزاب صبحت غالقه على روحها وتقريب جيبة جايبه بعض المواضيع اللي ما تهمش مباشره المواطن نعم. تقريبا صبحت صراعات ما بين قيادات حزبيه حزب حزب ولكن كبرامج ليوصل للمواطن غايب يعني كيما نقولوا بالعاميه خلينا نقولوها سينور الدين الشعب كرام هذا الخطاب ما يهموش ثانيا وسائل الاعلام التقليديه ولا سيما المكتوبه ما صبحتش مجرد وسائل اعلام صبحت وسائل راي تعطي الراي حتى في الاحزاب واحيانا و... 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 تعكس خلف خلاف الاراء تاع الاحزاب ولذلك القيادات الحزب حبت تتوجه مباشرة بدون وسيط إلى هذه الفئة الصاعدة والفئة الهائلة لتقدر تأثر تأثير قوي على مجرى الانتخابات صبحت تلجأ إلى الشبكات الاجتماعية اللي الهدف تاعها الأولي ما هوش في السياسة الهدف اللي هو كما تسمى شبكات الاجتماعية لنشاطات الاجتماعية ضيقة مهنية ثقافية رياضية ولكن مع التوسع تاعها والنجاح في هذا الميدان وهل تعتقد سينور دير منوار هل تعتقد أن حزبا سياسيا معينا يعجز عن الاحتكاك المباشر يعجز عن تنظيم لقاءات جوارية مع مواطنين خاصة مع هذا الجيل الجديد الذي يملك ثقافة جديدة يملك سلوكيات جديدة يعجز في ذلك يروح للفيسبوك وينجح ممكن أنا لك لماذا ماشي الاحزاب الحز... اللي عاجزه معكوسه جدا لان الاحزاب ماشي اللي عاجزه ممكن كاين احزاب تروح دير تجمعات تلقى القاعه فارغه لان لماذا ما, ما هيش يعني فكره مسبقه ان الحزب هذا ما عندوش برنامج ولا ما عندوش الشباب هذا تاع الفيسبوك غالق على ألا أرضه. يعتبر عايش ألا يعتبر... في عالم افتراضي الا يعتبر هذا دليل على عجز مثل هذه التقنيات في التواصل الغير مباشر مع المواطنين اللقاءات اللقاءات اللي تنظموها ما يجيكم الشعب و... يجيكم و... في الفيسبوك لا لا بالعكس ولذلك انت تروح تدخل عنده انت لازم انت تروح هو ماشي يجي هو اللي يجيك كي تدخلوا في الفيسبوك راك تروح تدخلوا حتى لدار تاعو حتى ليكرون تاعو تتناقش معاه تحاور معاه المباشر وممكن ومن بعد نتكلموا على قضيه نوعيه تحت الاخرين هذا كمدخل طيب اذهب الى الدكتور عبد الرزاق عاشوري بسؤال اخر يقولون ان سر السياسه وسر تعاطي السياسه هو كسب ثقة الناس، كسب ثقة المواطن، كسب ثقة الناخب. عن طريق الاحتكاك المباشر والواقعي تعجز بعض الاحزاب السياسيه في كسب هذه الثقه كما جاء في حديث سي الدين بنوار ان المواطنين ما يروحوش لا يحضرون التجمعات التي تعقدها الاحزاب، لا يحضرون انشطه هذه الاحزاب، فهل نستطيع ان نتكلم عن ممارسه السياسه عن طريق وسائط غير مباشره؟ اتكلم عن الفيسبوك، اتكلم عن وسائط اخرى، هل الامر منطقي الدكتور عبد الرزاق شكرا كريم. بودي باش نشكرك على الاستضافه وانت مشكور وماجور مرحبا بك سيدي نشكر السي نور الدين ونشكر كذلك على حضوره معنا في هذه الحصه اقول وبالله التوفيق نقول السياسه عالم واسع العمليه الانتخابيه جزئيه في عالم السياسه جزئيه من جزئيات عدم تجاوب الناخب بالضبط انك نتكلموا نتكلموا على من على ناخبين عدم تجاوب الناخب مع المواعيد الانتخابية هذا مجال وعدم تعامل المجتمع بصورة المجتمع مع كل ما هو شأن سياسي في البلد كأحزاب كسلطة قواقع نريد تغييره كواقع نريد إصلاحه هذا شيء آخر إذا فبالتالي نتعامل مع الموضوع بجزئياته أنا نقول لكل مرحلة المرحله التي نعيشها حتى يغلب عليها جيل جيل جديد عنده اهتمامات عنده مستويات عنده اولويات لابد ان نتواصل مع هذا الجيل بالياته بمستوياته اغلبيه الشباب بعد الاستقلال مباشره اغلبيتهم اميين اما حاليا أغلبية العظمى من شبابنا جامعيين اذا فبالتالي احنا نتكلم مع مستويات علميه محترمه لابد ان نحترم اليات التواصل معهم بخاصيه معينه دكتور عاشور عبد ان السواد الاعظم من هذا الجيل هو هو جيل لا يمارس السياسه إلي سي اون يعني في هذه الجزئية تكلم لي، هل نستطيع عن طريق الفيسبوك أننا نجعل من هذا الجيل أو نعيد هذا الجيل لممارسة السياسة وللتعاطي السياسي في الجزائر؟ أنا نقول التواصل مع باقي الشرائح الاجتماعية ومن بينها الشباب، فيه أنواع، فيه اتصال مباشر واتصال غير مباشر، وفيه تواصل داخلي وتواصل خارجي، وأعتبر شبكة من التواصل الاجتماعي سميها أنت سواء عن طريق الفيسبوك، عن طريق تويتر، عن طريق كذا كذا. كلها آليات. نعم ممكن. يبقى آليات لابد أن نلج هذا العالم. ولابد أن نوسع دائرة الإيمان. يقولوا بالعامية: كفر بالضرب تقيس. آليات استيعاب شبابنا وحسن اهتمامه وكذا. أنا نقول لك حاجة أخرى روح لك لبعيد. ليه الشباب أصبح غير مهتم؟ بعالم السياسة كما قلت ديبوليزي وإن شاء الله ما يكونش كذلك لأنه في الأصل السياسة هي جزء من حياتنا لا لابد لابد ان نسيس في عائلتي ولا بد ان نسيس في المحيط الاجتماعي ولا بد ان نسيس في محيط الدوله لان الدوله دي ملك كل جزائري لابد ان اذا ما هو السبب؟ لا يعتبر بأنه تيئيس السلطه من مواعيد الانتخابيه يشوف دائما نفس الاشخاص وصلوا نفس الاحزاب هم اللي دائما حاكمين اللي يعتبر هذا التيئيس هو الذي ادى يا شباب يقول لك وعلاش انا ننتخب حالة التيئيس حالة واحنا لا لابد ان السلطه تفهم بان الاحزاب السياسيه لا تنازعها الكرسي بقوه وانما تغالبها في حسن الطرح من اجل حل لمشاكل اجتماعيه نعايشها نريد الخير لبلدنا نريد الاستقرار لبلدنا نريد الخير لشبابنا وشاباتنا واخواتنا واخواننا جميعا على حد سواء بدون اختلاف وهذا شيء شطر في سينوردين جميل ومجميل. جميل الدكتور عبد الرزاق عاشوري فتحت شهيتي من اجل التحول الى نقطه اخرى وكان بالدكتور عاشوري سينوردين منوار من ولو بشكل ضمني غير مباشر يتحدث عن بعض المسؤولين الذين عمّروا في المناصب بعض الأحزاب أحزاب السلطة وأنت وأنت محسوب على حزب الأفلان كنت وزيرا للسياحة في وقت في وقت ما أنتم سبب مباشر في هذا الطلاق الواقع بين هذا الجيل وبين السياسة ثم لي تقول لي إحنا نور الدين تقول لي نعتمد على الفيسبوك من أجل من أجل تجنيد الشباب من أجل التواصل مع الشباب ألا يعتبر هذا الخطاب خطاب أناني؟ المشكل مش في الافلان المشكل مش في الاراندي المشكل مش في اي حزب اخر المشكل هو مشكل الجزائر نحن في الجزائر للاسف الشديد عدنا نسبه المشاركه في الانتخابات نسبه ضعيفه جدا الناس ما تمشي تفوتي وهذا هو الاشكال الكبير هل تستطيعون انتم ان تغيروا الوضع عن طريق الفيسبوك وعن طريق وسائط تفاعليه اخرى شكرا اولا انا لما قلت لك العجز تاع الاحزاب لتجنيد هذه الفئه تاع الشباب انا تكلمت من الناحيه العامه الناحيه العامه لان احنا باش نكون صريح معاك احنا في الافلام ما عندناش المشكل هذا باش نكون صريح اي مشكل السينور تعت... ديال المراه تعت... تجنيد الشباب ولا يعني بل... قاضينا على شوف لذلك احنا درسين هذه القضيه في اجتماعات رسميه باش نقول لك الفيسبوك الا نستناو من الفيسبوك باش يجيب لنا نتائج للمشاركه ما عليكم الا تطلعوا واش جاري الان في فرنسا في لي تاع لي بارتي دي التشويه والانتقادات والتعليقات الغير اخلاقيه نعطيك مثال ميركل دارت انجيلا ميركل دارت التويتر تاعها وقال 15 يوم نحاته ما عندهاش الان الان لازم الثقافه في امريكا نجح بريطانيا نجح الفيسبوك تعرف شكون اللي راه الناس هنايا سي فيرتويال ما تعرفش شكون يدير لك اسم ما تعرفش شكون هذا الاسم ما كاش يعني مصداقيه في التواصل نعم في, آه. في استعمال هذا وحتى كاين بعض الاحزاب يعينوا شخص واحد هو اللي يدير عده اسماء ويبدا انا نقول لك هذه وسيله تتطلب وقت ماشي معناتها فتحت حساب ولا كذا وبديت عندك ليزامي وعندك العدد الكبير الناس تقرا عنده عدد كبير باللي انت تربح الانتخابات ممكن في هذاك عندك 5000 آه ممكن عندك 500 هما اللي راهم دايرين اسماء متعدده ومختفيين وما تعرفش شكون انا واش حبيت نقول لك القضيه لو تيست دو لا الامتحان تاع الديمقراطيه ما كاش اثنين كاين واحد هو الانتخاب تعرف الديمقراطيه والشعب تاعك راه ماشي ولا انا لما يقول لما تجي احزاب اللي باش نبني الديمقراطيه وتنادي للمقاطعه احزاب هذه ناشئه لسبب من الاسباب وفي قناعه نفسها تعرف باللي ما عندها الا لاغريمون ما عندهاش في القواعد وتنادي باللي التزوير والبويكوت وكذا هل هذا اللي يبني الديمقراطيه؟ هل هذا اللي يخرج هذا الشباب تقول الجامعي تقول ان اللعبه السياسيه مغلقه وبالتالي لا فائده من ان اشارك في اي انتخابات لان النتائج معلومه يعني في بدايه الامور ف هذا الخطاب هذا الخطاب حسبكم انتم هذا خطاب كما يقول لك افتراضي الناس عايشته هذاك وهم مش صحيح مو صحيح مش صحيح يعني الامور كلها طبيعيه في الجزائر والديمقراطيه يا, يا, يا أخي شوف أنا, انا انا والله نحب نتجرد مثلا مره مره, مرة من هذا انا جبهة جبهوي ومناضل ولكن مره مره, مرة نحب نناقش من الجانب الاكاديمي الجانب الاكاديمي باش المواطن يسمع وحتى اللي يكون معايا في اعطيني قانون الانتخابات ولا الاجراء تاع الانتخابات ولا تنظيم الانتخابات توزيع لي بي في المراقبين كانت المعارضه تقول تجيبوا الاجانب يراقبوا الدوله جابت الاجانب ومن بعد اقتنعوا باللي ما كاش الدوله قالت نجيب المراقبين هذا اللي ما يسموه بالمعارضه قالت لا لا السياده الوطنيه عادوا يعرفوا السياده ما تجيبوش المراقبين يعني حابين يربحوا هما اللي حابين يربحوا بالتزوير يعني حابين بالسيف يرب... أه وانتم اعود اليك الدكتور عاشور عبد في هذه النقطه هي يعني راك موافق الكلام تاع سينور الدين نوار حابين انتم المحسوبون طبعا انتم محسوبون على صف المعارضه حابين يعني تربحوا بالدراء ودائما عندكم خطاب تيئيسي خطاب يعني تحركه هواجس لا تمت لواقع السياسه ولا تمت للعناصر الحقيقيه للمشهد السياسي في الجزائر باي صله هل هذا صحيح راك موافق على كلام سي نور الدين انا نور الدين انسان حبيب هو درك لازم ينجم في السياسه حنا نديرو في السياسه يا سي يا, يا عبد و... عاشور الدكتور سامحني نعم. كريم هو راجل لابس مظله سياسيه مين ينجمش يتكلم بدونها انا نقول لك هو يمثل الحزب وانت تمثل الحزب نعم وحنا نعم مثل التغيير نقولها لك خطاب ليس خطاب دئيسي ابدا وباش نجاوب على سي نور الدين الحزب تاعنا يعرفه ويعرف الرئيس تاعه وحبيبنا ومعروف كذا كله شباب من رئيس وهبط المخير فينا راه عنده ستين سنه الله يبارك وهو رئيس مجلس الشورى يعني باش تعرف بلي اغلبيتنا شباب ورانا نتعاطاو انا بالنسبه الي احترم متطلبات المرحله واحترم متطلبات الاجيال وكل الوسائل والوسائط استخدمها من اجل الوصول والولوج من اجل ايصال فكره وعلاش لان انا ما عنديش وزاره باسمي وما عنديش ادارات نسير فيها لابد انني اناضل بشتى الوسائل القانونيه والسلميه والسياسيه التي اوصل بها الراي واسعى بها الى تغيير الواقع اه كي لك الانتخابات ما فيهاش نعم انا اقول لك من بين الاشياء التي تضر شبابنا يقول لك هذا الكلام يقول لك وعلاش انا وردينا هذا واقع موجود يقول لك انا ما نفوتش راك تشوف الفوت في الجزائر في الجزائر كولايه جزائر العاصمه جامي وصل في 20% ما هو سبب وإحنا نقولوا اغلبيه المجتمع الجزائري في 70% شباب عيب إذن يعني عيب يعني كاين كاين مسكين عميق واذا وعلاش وانت تجي للعاصمه والعاصمه في الاصل هي واش؟ هي المؤشر هي البارومتر الحقيقي وعلاش؟ لان المستوى التعليمي عالي، المستوى الثقافي عالي، المستوى المعيشي عالي تلقى طيب الناس ما يتجاوبوش ما لا تعول عليا مسكين اللي في اضرار واللي في مثلا في قالما واللي في الطارف وفي راس وفي غليزان في كذا واللي تعول عليه ولا كذا ولا في عم شا ولا في عمي موسى واللي يتجاوب معاك والناس اللي عايش ظروف متيسره متمكنه ما تجاوبش، إذا وعلاش؟ لأن هنا خلينا سياسه تيئس وعلاش؟ نفس النتائج ومن وراء من وراء هذه السياسه لأن طيب. في المواعيد الانتخابيه يغلب فيها مش ما نقولوش الكل، يغلب عليها شويه طابع التلاعب بالنتائج. التزوير المسبق والقبلي اصبح موجود واصبح تتقنه حسب حسب الاداره ذلك نعم آه الانتخابات دائما ما تكونش نزيحه انا نظرك هذه بلادنا وعيب علينا كنقولوا الكلام هذا ولكن هذا هو الواقع المر الذي نعيشه انا نعرف ناس نور يعرف ناس نعرف ناس لا يساوي في الساحه السياسيه شيء يجي معه الانتخاب يكون دائما من الناجحين كيف؟ والشعب ماقت ويقول لك يا ولدي انا انتخبت شيء ولكن النتائج خرجت شيء الواقع وعلاش داخل فيه منظومه قال ولهذا انا نقول لك رغم اني نوافق جزئيا المعارضه في مطلب وهي اداره لجنه مستقله لتسيير الانتخابات سينور الدين سينور الدين بنوار ترد عليه يعني على بغيت ترد عليه في دقيقه قبل ان ننهي الجزء الاول تفضل شوف انا اولا باش اليوم جيت باش نناقش على الاقل باش نوصلوا فكره للمواطن قضيه الاداره بالعكس اذا كان حزب اللي عمره ما دخل في الاداره رغم انه عنده الاغلبيه في الحكومه كان احزاب نقدر نذكرهم اللي يروح الوزاره والله يدير ليفتينغ كل المدارة كل الاطارات كل يجيب الحزب بتاعه احزاب كانت في الحكومه ودك في المعارضه انا اعطوني مثال واحد تاع وزير تاع جبهه التحرير وتلعب بالاداره ولقى اطارات وراح صفاهم وجاب اطارات تاع جبهه التحرير هذا ما عندناش في جبهه احنا نامن بالادارات تاع الجمهوريه الجزائريه ما, من لنا؟ ما نحوس تنحاز لينا ما نحوس تنحاز تمشي ضد غيرنا الاداره نزيهه الاحزاب البويكوت كي كي سي كي ريسبونساب شكون اللي مسؤول على البويكوت يعني هل تفكر باللي في نظرك من المسؤول قبل دو دو ان يعني في ذكر باختصار شديد لو شوف يعني الشيء الغريب ان بالموازاه لاداره راهي لا الاداري وتحضير الانتخابات وهي اللي تزيد تدير الحمله تحس الشعب للمشاركه بينما دعم الاحزاب كل الاحزاب المرحله الاولى ما قلتش مق... من المسؤول سي عن عزوف المواطن عن الانتخابات شكون المسؤول كاين اسباب متعدده انا نقول لك اسباب متعدده وهذا موضوع مهم جدا كاين احزاب تنادي بالمقاطعه قبل الانتخابات لان عارفه بلي روحها فاشله يعني المعارضه تكلم عن المعارضه كاين احزاب تمشي تمشي عشيه الانتخابات مباشره التزوير انا نحير كاين احزاب ماشي باش نعطي لها وزنها في الساحه ما عندهاش حتى منتخب على مستوى الوطني تحب تقر حب جبهه التحرير العملاق تاع جبهه التحرير الوطني وتقول لك جبهه التحرير شكرا دات الانتخابات سينور الدين بن فكرتك وصلت ولكني مضطر لمقاطعتك وقت الجزء الاول انتهى مشاهدينا الكرام ننهي معكم الجزء الاول من برنامجكم البلاد اليوم فاصل اشهاري قصير ثم نواصل مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى إلى برنامجكم البلاد اليوم والذي نخصص حلقته اليوم لمناقشة ظاهرة اعتماد الأحزاب السياسية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل التحضير للحملة الانتخابية التي تسبق التشريعيات وأيضا الاحتكاك مع المواطنين موضوع نناقشه اليوم رفقة ضيفي الكريمين السيد بن نوار نور الدين القيادي في الأفلان والوزير الأسبق أهلا وسهلا بك سيدة أهلا مرة أخرى كما أتشرف أيضا باستضافة الدكتور عبد الرزاق عاشوري نائب رئيس جبهة التغيير مرحبا بك سيدة مرة أخرى شكراً أبدأ سكراً. معك الثاني الدكتور عبد الرزاق عاشوري بهذا السؤال جميل جدا أن نعتمد على هذه التقنيات يقول البعض وعلى هذه المواقع التفاعلية يقول البعض أيضا ولكن الأجمل من ذلك أن لا نكون بعيدين عما يدور في هذه المواقع وفي هذه الوسائط الاجتماعية على اعتبار أن أغلب المنتسبين للفيسبوك والتويتر في الجزائر إنما يهتمون بمواضيع أخرى غير مرتبطة بالسياسة ولا بالأحزاب السياسية في الجزائر عندك نعطيك أمثلة الجزائريون اهتموا وانغمسوا كثيرا وهم يتفاعلون مع قضية مثلا ما عرف منذ شهرين أو منذ شهر ما عرف بقضية إكرام وعبد القادر بالولايات المتحدة الأمريكية وأنت تعرف وأنا مش حاب نتذكر القصة من جديد لأنها قصة شخصية بالدرجة الأولى نعطيك مثال آخر كان عجوز تعرف القصة تأكل الجاج وفيديو دار حالة في الجزائر ودار حالة في المواقع الاجتماعية عمرنا ما سمعنا غالبية الجزائريين أو السواد الأعظم من هؤلاء الجزائريين في الفيسبوك اهتموا بما ينشره حزب جبهه التحرير الوطني عفوا سي نور الدين او بما ينشره اي حزب اخر محسوب على السلطه او على المعارضه. شكرا سي كريم. كيف ذكرت القصص اللي راهي تدور في الفيسبوك انا تفكرت قصص سياسيه اخرى تدور في الفيسبوك. مثلا مثلا اعطيني نعطيك مثال واحد مزيد عليه. تفضل. لاني نحشم باش نذكر لك صراحه لكن تذكر كلمه الفقاقير. نعم دارت حالة في الفيسبوك نعم إذا دليل على ماذا؟ آه دليل بأن هناك اهتمام ولكن الاهتمام سلبي يعني سلبي إيه إذا واش؟ لأنه جزء من السلطة فقر من الساحة من التعاطي السياسي إذا أنت دفعت الناس أنت تحمل السلطة دائما في في في. آه في نتحمل السلطة والأحزاب الحاكمة لعبوا دور أساساً أساسياً في ماذا؟ في تصحير الساحة السياسية من حسن الاهتمام بها, بها من حسن متابعتها خلينا نزيد نكمل لك أنا عملية الاهتمام. بكثير من الملفات والقضايا الاجتماعيه لانها جزء من اهتماماتنا، جزء من شخصيتنا، هذا هذا واقع اجتماعي نعيشه، ضروري نهتم به، ولكن في نفس الوقت يدخل فيها جزء من عمليه الهروب الاجتماعي، الناس هاربه من ماذا؟ من واقع اجتماعي وسياسي متردي. من واقع اقتصادي متردي من واقع ثقافي وتربوي متردي من واقع وظيفي يكاد ينحصر في مجالات من عملية محددة فأصبح الإنسان من يفر يفر إن من؟ للترفيه عن الذات بغية النسيان فهو يميل إلى كثير من القضايا الترفيهية والاجتماعية والنكت بغية من؟ بغية الفرار من واقع اجتماعي ضيق وهذه الأمور تستفيد منها المعارضة أكثر مما تستفيد منها الأحزاب من السلطة والأحزاب المحسوبة عليها آه نعم صحيح ولكن في النتائج الانتخابية تلقاها العكس نتائج الانتخابية وهذا هذا لو بارادوكس هذا هو التناقض الكبير المشكلة خبير. هنا هذا يجاوبنا عليه يجيب... خليني شوف نقول لك حاجة فقط أما واحد يقول لي لعل أنه الأحزاب السياسية غير متواجدة نقول لك لا أنا نشوف معنا مثلا على مستوى حزبنا جديد معتمد في سنة 2012 جديد ولكن في نفس الوقت عندنا شهريا على الأقل كل أسبوعين كاين نشاط نشاط دائم إن لم أقل أسبوعيا فيسبوكي أما ميداني واقعي ميداني عندنا منتدى بما يسمى منتدى التغيير شهريا عندنا ملفات مدروسة الشهر هذا كانت المنظومه التربويه، الشهر القادم كذا، الشهر اللي قبله درسنا ملف الطاقه في الجزائر، الشهر هذا كنا المنظومه التربويه، الشهر القادم عندنا موضوع اخر، هذا فيش في فبالتالي دائما عندنا عندنا منتدى التغيير، عندنا نساء التغيير، عندنا شباب التغيير، عندنا كذا، عندنا الجامعه الصيفيه التي درناها من يوم 23 بالضبط اوت الى غايه يوم 28 اوت والحمد لله السنور يعني دي بالنوار السنور دي الا تخشون من هذه المواقع الاجتماعيه هذه المواقع التفاعليه من ان تتحول الى واجهات ل تعقب واقتفاء زلات, زلات السلطة والأحزاب المحسوب المحسوبة عليها ما يدور في الفيسبوك كما جاء في حديث الدكتور عبد الرزاق عاشوري هو 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 يعني هو تسليط للضوء على الاخطاء المتكرره لبعض المسؤولين على الاحزاب المحسوبه على السلطه، يعني الفيسبوك اصبح يهدد يهدد الاحزاب المحسوبه على السلطه اكثر من المعارضه، وحتى المعارضه ممكن انها تستثمر في الفيسبوك من اجل ممارسه معارضتها السياسيه فيرتيوالمون، تفضل دكتور. والله شكرا انا لما جاء عشوري كنت مرتاح باش نتناقشوا مش سياسية محضة ولكن طريقة أكاديمية أقرب لتوضيح الرأي وشوية لتهدئة الوضع السياسي والحاصل والحاصل أنه سياس اللي... شوف نبدأ لك لما يتكلم عن السلطة 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 نعم فيه سلطة في البلاد سلطة ما معينة عبد العزيز بوتفليقة كي انتخب على أساس برنامج والبرنامج تاعو كان واضح للرأي العام قال أمرين قال اقتصاد السوق العدالة الاجتماعية الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية إلا حبونا نتخلاو عليها ويقول لك هذا الشراء السلم الاجتماعي نعم سموه كما تحبوا احنا البنايات الاجتماعية تبقى مستمرة مناصب الشغل تشجيع الشباب إلا تقولون باش نشروا باش نسكتوهم قولوها احنا هذا كان وعد في البرنامج تاع رئيس الجمهورية من البداية ما قالش انايا نهار نحسس كاش ما كاين شويه زعزعه نبدا نبني السكنات الاجتماعيه في وقت الراحه بلاش سكنة الاجتماعيه والان في وقت الشده قال ما نتخلاش على البرنامج هذا وين راه شراء السلم الاجتماعي اللي يشري اللي يتصرف التصرف هذا غير في الازمه لكن سنوات الرفاهيه ما ننساش الفقراء ولا الجانب الاجتماعي ولا الشباب ولا البطاله من 33% نزلت ل 9% بارقام المركز الدولي ذوك ما يحبوا يعقدونا يقول لك شراء سلم اجتماعي اذا كان هذا هو شراء سلم اجتماعي نشروا السلم الاجتماعي نسكنوا الناس نخدموا نقروا والحمد لله الاعتراف قال لك كل الشباب جميعي اذا هذه المصطلحات انا وقت ماشي باغي يستعملها انا نعرف كل يستعملوها الناس اللي كانوا في السلطه كانوا في هرم السلطه ومن بعد راح المعارضه يدير معارضه سوداء م معارضه هذاك ممكن ممكن الحجة طيب. لكن واحد حزب شباب اللي لا. يجيب خطاب تحت تهدئه راحه دكتور عاشوري عبد الرزاق <applause> علاش حابين تعقدوا <applause> السؤال حتى نكونوا في المحبه حابين تعقدوا السلطه والاحزاب المحسوبه عليها والشخصيات المحسوبه عليها السيب النوار نور الدين كان وزيرا كان قبل, ان يكون وزيرا كان ايضا رئيس احد اكبر البلديات بالعاصمه والان قيادي في الأفران قال لكم ما تعقدوناش <applause> 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 وكفوا عن ذلك يعني التفتوا الى اشياء ممكن بناءه كيف ترد عليه تفضل الدكتور عبد الرزاق عاشوري شكرا سي كريم ونشكر سي نور الدين على التفاعل الايجابي انا واش نقول نقول نعم كي ما نحملوش السلطه اللي تسير في شؤون البلاد تحمل هالمعارضة اللي ما تسيرش في شؤون البلاد وهذا ثاني لازم... تناقض نعم ايه لازم نكونوا واقعيين لا الاصل لا اللي يتحمل مسؤوليه وليحكم يحكم وليس يعتبر هذا انتقاص منه هذه حقيقة واقعية لابد أن نتحمل الإيجابيات ونتحمل السلبيات احنا عمرنا ما نشكوا كما قال وردين الدين فيما تم إنجازه واحنا نطالبوا المزيد ليه؟ لأنه كحزب سياسي أنا مشتل في صناعة الإطارات للدولة الجزائرية لصالح بلادنا أنا عمري ما نجيب إطار وننصح ونكون بما يفسد بلدي أو ما لا يصلح لوطني أو ما لا يصلح لأمتي بالعكس أنا حزب سياسي ناشئ أعتبر مشتنا وهذا الكلام اللي نقول فيه باش تفهم السلطة النظرة اللي بي... التي لا بد أن تنظرها لمن؟ للأحزاب السياسية الناشئة وحنا نثمنو كاين مقطع في الدستور الجديد بأنه تعتبر بالنسبة لنا بعيد عن أحزاب المعارضة لا تعتبر من ننعتها بالخائنة أو ننعتها بالعميلة بل هي إضافة إيجابية لصالح المجتمع ولصالح الدولة ولصالح مستقبل الجزائر وهذا هو دورنا إذا في الأصل ماذا؟ الحزب السياسي السلطة كي تعرف قيمته هي اللي ترعاه وتحافظ على وجوده ليه؟ لأنه هو الذي يسعى إلى من فقع الكثير من السلبيات وإلى توجيه أصبع في عين الداء الذي يكمن في برامجنا حتى يتم استدراكها ويتم طيب اصلاحها ونفيد بعضنا البعض صورة ايجابيه تريد ان ترد سينور دي مور تفضل والله كان قبل ان انتقل الى محور اخر في في فرد تاعو كان نرد على نفسه لما يقول لك السلطه كل الناس تبعت مقاطعه الاحزاب للدعوه اللي تقدمت في اعاده النظر في الدستور نعم ولكن رغم ذلك ما تحظى به المعارضه الان في الدستور الحالي انا نتمنى كاش واحد من المعارضه ويجي يقول لي فيك بلد اخر كاين احسن من هذا عندها كل الحقوق بالاكثر من حقوقها في الدستور الجديد ما واش معنى هذا هو تشجيع الاحزاب الناشئه لتكوين نفسها للمشاركه في الحياه السياسيه ومن ثم في البناء تاع المجتمع والبناء الاقتصادي تاع الوطن نضيف له حاجه برك هذا هو جاوب هو بالدستور فعلا مد كل الصلاحيات للمعارضه باش تلعب دورها يا اخي بسم الله قلت ما قلتش مدلع كل صلاحيات سي الدين وانت مشكور قلت ذكرها بخير ولها اعطاها اضافه ايجابيه المشكل اصبح ليس في الدستور ولكن في النصوص القانونيه الاخيره والدليل على ذلك اخر دليل هو في قانون الانتخابات الاخير الذي تم طرحه على مستوى المجلس الشعبي الوطني، اين يساوي ما بين حزب سياسي وبين قائمة طيب في حرّة في فلا في في هذه داعي. المساله، في هذه المساله، ما دام نحن نتكلم عن ظاهره السياسه الالكترونيه في الجزائر، كنا نتكلم عن الاسلام السياسي، كنا نتكلم عن الاسلام الوطني والديمقراطيه في السياسه، الان نتكلم عن ظاهره جديده سموها السياسه الالكترونيه في الجزائر، اي ممارسه السياسه عن طريق الوسائط،, الوسائط الوسائط التفاعليه والوسائط الاجتماعيه جمعي. لماذا ممن تخشى السيب النوار سؤال اليك ممن تخشى السلطه يا ترى الان احنا نعيشه ونشوفوا مثلا اكبر المسؤولين الرسميين في الجزائر الوزير الاول عنده صفحه كبيره في الفيسبوك وزاره يملكون صفحات في الفيسبوك مؤسسات رسميه عندها صفحات في الفيسبوك وهذا تطور ايجابي ودليل دليل على ان السلطه في الجزائر اضحت يعني تعرف تعرف جيد المعرفه الدور اللي تقوم به هذه المواقع التفاعليه لماذا في قانون الانتخابات لا نذهب مثلا الى الاقتراع الالكتروني في الجزائر فعلا هذا مطلب وما ظنش كي تطرح لي السؤال حنا ضد بالعكس ولكن الامكانيات والوسائل اللي تتطلب ما راناش بلد يعني فل... عندنا مثلا الان نستخرجوا اكبر الوثائق الرسميه نستخرجوها الكترونيا الان كنت آه كنت أحب... جواز سفر بيومتري مزل... بطاقه تعريف مزل... وطنيه مزل... بيومتريه مزل... يعني رانا في تطور ج... يعني احنا الانتخابات نديروها خطره نديروا انتخابات المحليه خطره في الخمس سنين نديروا الانتخابات التشريعيه خطره في الخمس سنين الانتخابات الرئاسيه خمسه خطره في الخمس سنين يعني ما عندناش وسائل لا شوف هذه هذه المرحله هذه جايينها والحكومه بينا. الحكومه الالكترونيه كانت في برنامج رئيس الجمهوريه في سنه 2009 يعني بين قوسين تفضل <applause> فعلا شوف هذا الاستعمال تاع الوسائل الاتصال الحديثه على الالكترونيه هذا مسار خذاه العالم ككل والجزائر راهي في مع الركب الاول تاع والجهد تاع الدوله تقول رانا متاخرين بالنسبه للبلد الفلاني ولا نقول لك نعم لان التاخر اللي كان عندنا لوروتار في السنوات الماضيه وكنا حتى باش الامور العاديه ما من نقدرلهاش لكن قلصنا الفارق الامكانيات تاع الدوله راكو تبعوا راكو المواطنين فيما يخص وسائل الاتصال ولا فيما يخص الانترنت ولا حتى الترتيب تاع الجزائر عبر الدول في العالم تحسن بكثير لما تقارنوا بك واش كنا في 99 كنا زيرو في 99 في الالكترونيك وفي الانترنت وفي كنا زيرو الا مشى نهار ولكن 25. رغم ذلك السنور. لأن... نور الدين مازال متاخرين كثير م... يعني سامحني انا وش بدول مجلد. افريقيه يعني لا مازال لا شوف إن... بدول افريقيه مش كلامي هذا مش كلامي كلام منظمات دوليه م... م... منظمة م... م... تقنيه منظمة. الان التحفيز تاع الموزعين تاع الانترنت ما راهش يصب على المدن الكبرى في الكاي تشارج كل اللي يقوم لي القرى المداشر المناطق النائيه واش معناتها؟ بلد الان البلد في ارتياح في المدن الكبرى وفي المناطق الشماليه رنا الان على الجنوب وعلى القرى النائيه هذا معناتها ان فيه درنا خطوه كبيره وهذا مجال ما هوش من قرار اداري ولا قرار سياسي هذا تكنولوجيا وتقنيات وامكانيات وخبراء وان شاء الله انت قلت على الانتخاب ما حاجه صعبه لكن راح تجيب ممكن خمسه ممكن مش العودة هذه العودة القادمه تكون فيها لان الجهد تاعد... كل ما يندار في هذا المجال راح يصب انت قلتها أه... الجواز سفر البيومتري البطاقه نعم أه... 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 الوثائق الرسميه الحاله المدنيه دونك الامور ان شاء الله راح منا عهده عهده الضمان الاجتماعي ايضا كل شيء نعم. الانتخابات تبقى تحصيل الحاصل الدكتور عبد الرزاق عاشوري انا أه... وجهت بعض الاسئله المحرجه لي أه... السي نور الدين ولكن نسيت باش نعود لك بسؤال اخر، حتى المعارضه ايضا لجوءها الى هذه المواقع التفاعليه الاجتماعيه وهي سهله المنال وبسيطه جدا يؤشر ايضا ويؤكد ايضا انها عاجزه عن التفاعل المباشر مع المواطن الجزائري، عاجزه وفاشله ايضا في اقناع المواطن بالذهاب الى الاقتراع كما يأ... كما يجي او كما ياتي في خطاب السلطه والاحزاب المسؤوله عليها المسؤوله المحسوبه عليها عفوا سامحني كريم نقول لك حاجه فقط انا ثمن كل ما هو ايجابي ولكن باش نقولوا باللي رانا لجانا الى ان كل اصبحت وثائقنا بيومتريه بالنسبه الى كثير من المجتمعات الناميه احنا متاخرين كثير انا نعطيك مثال على تونس فقط باش نحشم كون نقول لك على اثيوبيا والصومال ديني نحشم عيب عليا كي نقول ولكن نعطيك نموذج فقط تونس قدامنا بيومتريا متقدمه علينا البطاقه التعريف البيومتريه عندها سنوات طوال عندها يعني بقينا بقينا نستنوا لمده يعني. بالتالي هذا واقع موجود ولكن نقول لك واش ليه داخله اسباب النهار اللي حبينا نديروا بطاقه شفاء البيومتريه يعني بما يسمى بطاقه التداوي بطاقه الضمان الاجتماعي نعم درناها بسرعه واصبح كل وعلاش باش نقضيو على السرقات؟ ليه بطاقه التعريف تعطلنا فيها؟ اذا إيه؟ اني من ما نحبش من نجاوب لان مش انا المعني مش المسؤول المسؤول معروف لم تجبني عن سؤالي انتم أنا ايضا أنا متهمون جاي. بالفشل أنا في جاي التعاطي أنا المباشر جاي. مع المواطنين فتتسترون وراء مواقع التواصل الاجتماعي لانها اريح لكم مش قادرين تعمروا صاله مش قادرين تعمروا قاعه مش قادرين تجندوا مواطنين انتم ايضا المعارضه ينسب اليكم هذا الاتهام تفضل دكتور هذا هذا جزء من الاجابه اعطيته لك في البدايه قلت لك ان هذه هي سياسه تيئيس وصلنا لها اصبح المجتمع والناخب غاسل يديه يقول لك لا نرجى من هاته المواعيد خيرا لهذا هو فار ما يهتم به يقول لك اخويا خطيني خليني نعيش نعيش حياتي فكنا ليه نحوس انا مريض راني تعبان نسنى في السكن نحوس على وظيف وين هموم الاجتماعية اليومية غلبت عليه ولكن لابد ان نمارس زيادة على ذلك احنا مش نعب بعيدين عن الساحة تجمعاتنا الاسبوعية قائمة تجمعاتنا الشهريه قائمه خروجنا في وسائط الاعلام موجوده خروجنا في وسائل في وسائل التواصل الاجتماعي معروفه ومعروف الواقع ده انا ما نكذبش عليك انا ادير اجتماعات تاع الحزب السياسي واتس بالواتساب بدون كذا يعني باش نربح الوقت لانه كذا هذا واقع موجود وخلي نقول لك وفشل الاحزاب من ماذا لا ينبئ بخير للدولة لأن قوة الحزب من قوة الدولة وضعف الدولة من ضعف الحزب طيب دكتور عبد الرزاق عاشوري أعود إليك سينور الدين بن سأترك تعلق على الموضوع وما وما يعني يجول في خاطرك لكن في دقيقة لأن وقت البرنامج انتهى ثم أتحول إلى الدكتور عبد الرزاق عاشوري لنفس الغاية تفضل سينور صحيح المعارضة لازم تعارض بأي وسيلة كانت ولكن نتمنى انها تكون بوسيله موضوعيه روح ادخل في, في سيت هذا تاع الاحزاب ولا تاع مسؤولين الاحزاب بـ بـ تلقى التعليقات تاعهم تكون لك واحد الشبكه كاين حتى بعض التعليقات اللي ما تقدرش تقراها وقابلينها المهم انه يسب في السلطه والله ما على باله يتبع رئيس الحزب تاعه ولا رئيس هكذا ما نربيش الاجيال لبناء دوله على قيم المفروض اذا كان نعارض الدوله ولا نعارض السلطه ولا على معطيات علميه لان كما قلت سي عاشوري الشباب تاعنا الان مثقف مثقف ولكن هذه الفئه اللي تستغل انحراف تاع بعض المسؤولين السياسيين في الاحزاب تاع المعارضه بتعليقاتهم مش غير الجريحه تعليقات تكاد تنحدر الى مستوى غير معقول شكرا جزيلا سيب نور الدين بنوار الفكره وصلت دقيقه تعليقا على الموضوع الدكتور عاشور عبد تفضل نشكرك سي كريم ومن خلالك من خلالك توجه الى المشاهد الكريم ونقول الامل في الجزائر كبير هذه بلدنا لابد ان نحافظ عليها لابد ان نشارك في المواعيد الانتخابيه ولابد ان نعطي اصواتنا الى كل الاحزاب الناشئه التي تتميز بطابع من الوسطيه والاعتدال والتي تصر على خدمه البلاد وعلى خدمه الشعب وعلى راسها جبهه التغيير مش. ومن بعد تاتنا ياتون شركائنا الوطنيين والاسلاميين شكرا شكرا فيها. جزيلا دكتور عبد الرزاق عاشوري مشاهدينا الكرام الى هنا ناتي الى نهايه هذه المحطه من برنامجكم البلاد اليوم اتقدم بالشكر الجزيل الى ضيفي الكريمين السيد نور الدين بنوار القيادي في الافلان والوزير الاسبق شكرا جزيلا شكر سيدي لك. شكر لك. شكرا لك الشكر موصولا ايضا الى الدكتور عبد الرزاق عاشوري نائب رئيس جبهه التغيير شكرا جزيلا سيدي مشاهدينا الكرام برنامجنا معكم يبقى متواصلا مع موضوع اخر ومع ضيف اخر لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا. عوده مجدده مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى الجزء الاخير من برنامجكم البلاد اليوم والذي سنخصصه لمناقشه ما اصبح يعرف بالجرائم بجرائم الجاهليه التي اصبحت ترتكب في عديد المدن الجزائريه موضوع تشاركني في مناقشته المحلله الاجتماعيه الاستاذه زهره فاسي اهلا وسهلا بك سيدتي شكرا على تلبيه الدعوه مرحبا بك شكرا اخي كريم واشكرك على هذه الاستضافه الكريمه احييك واحيي كل المشاهدين من خلال من خلال قناه البلاد مرحبا بك سيدتي مرحباً. استاذه زهره فاسي م. نعيش على واقع جرائم مروعه قسنطينه مثلا شهدت في الاسبوع الاخير جريمتين مروعتين مقتل شاب حرقا في وسط الطريق امام العامه لم تهدا قسنطينه لتهتز مرة أخرى نهار أمس تقوم امرأة بذبح ولديها يعني من الوريد إلى الوريد، أحد أبنائها يبلغ من العمر سنتين والثاني يبلغ الأربع سنوات. نهار أمس بمنطقة ولدفايت فايت بالعاصمة مجهولون يقتحمون محلا تجاريا لبيع الألبسة التقليدية يقومون بقتل فتاة تعمل كبائعة، ثم يقومون بحرقها وكأننا نعيش كما يقال على عهد الجزارين والقرامطه والحشاشين، لو سالتك الاستاذه زهره فاسي ماذا يحدث في مجتمعنا؟ لماذا كل هذه الجرائم المروعه؟ فعلا اخي كريم هناك ازدياد للجريمه في هذه السنوات الاخيره. ولكن لابد عندما نتكلم عن الجريمة كجريمة كجري الجريمة رافقت النفس البشرية منذ الأزل يعني قلت الجريمة رافقت الطبيعة البشرية إذا قلت لك جريمة وقعت بين هابيل وقبيل معناه الروح الأخوية الروح الاخويه لم تمنع حدوث الجريمه بين اخوين هابيل وقابيل اول جريمه وقعت في التاريخ ولا ننسى فقط محاوره الملائكه لله سبحانه وتعالى في الايه 28 من سوره البقره عندما قال و... واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح فيها و وآ... الآيه من سوره نعم. البقره نعم نعم يعني هذا هذا على المستوى القيمي قال إني لا تعلمون أستاذة نعم. زهره فاسي هذا على المستوى القيمي والأخلاقي نعم لا نتجادل فيه ثم أن الجريمه هي قديمه قدم الإنسان نعم قصة لقصة قابيل وهابيل نعم. نعم ولكن الملاحظ أن هناك ازدياد كبير هناك توجس كبير احنا رانا في مرحله ما يسمى بالفرنسيه اون ايطاب دو يعني أصبحت الجريمة شيء عادي قيميا، إنسان يقتل آخر عادي، إنسان يختطف طفل ثم يقتله ثم ينكر به كأن شيء عادي. أنا فسر لي الأمر قيميا واجتماعيا، ما على ما يدل ذلك؟ هل هذا السلوك العدواني الهمجي في المجتمع انت أنا؟ المجتمع تانا يشهد أولا ظروف ظروف ورثناها هذه الظروف ورثناها اولا من اساليب اللعقاب في المجتمع ورثناها من نمو ديموغرافي من انفجار ديموغرافي لم لم يحسب في المجتمع ورثناها من ضغوطات اجتماعيه خطيره جدا ورثناها من هذه الاساليب التي تفشت في المجتمع حتى حتى اصبحنا نقول هناك سياسه اللعقاب مشكل اللعقاب الجريمه موجوده في كل المجتمعات لكن عندما لا ت... ما يسمي لا لا <تصفيق> <إلا> <تصفيق> يعني ولكن الجريمة عندما تمس الآن البراءة لماذا البراءة؟ لأن كل واحد يشعر بأن هناك الضرب في الكبد والضرب في الكبد يعني البراءة نحن الآن نشهد صراعات الكبار يدفع ثمنها الصغار هذا المشكل خطير جدا، صراعات الكبار الايديولوجيه، السياسيه، الاجتماعيه، التجاريه، الماليه، انتقامات في وسط الاسر، حسابات شخصيه، دخلت الغيره، كل شيء الان يدفع ثمنه البراءه، صراعات الكبار يدفعها الصغار، كل هذا لان المجتمع يعني نوع من التشنج الاجتماعي في مجتمعنا بالمقابل كل شيء فاشل انا لا لا اتراجع اذا قلت لك ان الخطاب السياسي الخطاب السياسي الان لا يعني المجتمع الجزائري الحاله السياسيه لا تعني المجتمع وهي غير معالجه المواطن الجزائري غير مكون سياسيا المواطن الجزائري غير مكون عقائديا اذ فشل الخطاب الديني واصبح اسمح لي كريم واصبح الان الخطاب الديني لا يتغلغل في وسط المجتمع كل دي ديميسيونير اون با لا سوسيتي أستاذ زهره يعني. فاسي من هنا اريد ان انتقل الى سؤال اخر يتعلق بمفهوم الامن يعني. نحن امام حاله حاله تناقض دوفو بارادوكسال لماذا مثلا في الوقت الذي آه كنا نقول بلي ما عندناش اعوان بزاف تاع الشرطه تاع مصالح الامن في الوقت اللي قلنا نكونوا ما عندناش اعوان بزاف تاع الدرك الوطني في الوقت اللي قلنا نقولوا ان مصالح الامن كلها من غامسه في التصدي لدائره الارهاب ممكن كنا نبرر بعض الجرائم التي كانت تقع بهذا الواقع ولكن الان الحمد لله عندنا مصالح شرطه كبيره عندنا مصالح درك الوطني كبيره عندنا مصالح ساهره تقوم بواجبها ولا يمكن ان ننكر ذلك الا تعتقدين ان الاشكال الكبير الان موجود هو اشكال قيمي فالور سوسيال تاعنا يعني القيم هذو تعرضوا لهزات عنيفه واصبحت الجريمه شيء طبيعي واصبح القتل شيء طبيعي واصبحت العدوانيه ايضا السلوك العدواني شيء طبيعي الا تعتبرين ان الخلل كل الخلل انما موجود في النسيج القيمي للمجتمع الجزائري اولا اقول لك كريم ان اخطر اخطر انواع الجرائم هي الجريمه التي ترتكب كنسميها جريمه العائله والاخلاق هي اخطر جريمه لأنه يصعب التحكم فيها هل ان هل اليوم نضع شرطي لكل عائله هل نضع دراكي لكل عائله انا يكفيني مره كنت في في بلد اجنبي في منطقه فيها شرطي كل اربع ساعه الشرطي سالته Koutou, vous êtes combien d'habitants dans, dans ce dans ce dans ce cette communauté? Kale, on est 400 000 habitants. Koutou, mais je vois un policier et deux. Kale, madame, parce que nous sommes 400 000 policiers. كل المجتمع الكل الكل نعم. كله يحافظ على يحافظ على الامن تاع البلاد احنا اليوم نشوفوا ان الجريمه نعالجها بشموليه نحن لا نخش نشخص اسباب الجريمه للحد منها نحن نتناول هكذا الجريمه علماء الاجرام دائما متناقضين مع المشرعين لان الجريمه قد تكون جريمه مزاجيه قد تكون جريمه جريمه مع ترصد وسبق الاصرار قد تكون جريمه لاسباب اجتماعيه قد تكون جريمه لاسباب داخل الاسره لا نعرفها فالاطفال دائما يدفعون السبب الان اذا قلت لي مثلا تدعيم الهياكل الشرطه والامن في البلاد هل الامن يمنع ام ان تقتل اولادها داخل المنزل هل الامن منع خاله سلسبيل من قتلها هل الامن منع الاب في العلمه من قتل ابنه هل هل الشرطه راح تمنع الممكن ان كل كل الشرطه كل الشبكه الامنيه تحمي في الشارع مثلا تحمي لكن داخل الاسر مستحيل ان نحمي الأم الامن والامان الأمن نعم مبني على الامن والامان كما قلت لك الان بعض الاحيان تكون الجريمه ان الانسان المجرم يقول ساقوم بجريمه لرد حق عندي استرداد حق موجود ساقوم بجريمه لما تشوف الان المواطن المواطن في الشارع يشوف يشوف مثلا كل البهرجه الموجوده هو درس في الجامعه حضر شهاده عليا قرا تعب ما عندوش حتى باش بسيكلات بيسيكلات وتشوف في المقابل الاخر كل اشاعات المشي واحد عنده سياره فخمه ما دار والو هنا شوف الان الشبكه الاجتماعيه لما يكون فيها اللا عدل اللا توازن اجتماعي كل هذا يخلق يخلق هذا الفكر العنيف في المجتمع نحن في المجتمع الجزائري لا نعالج الجريمه لا نشخص الجريمه انما ناخذها هكذا بشموليه وهل الامر استاذه زهره نعم. فاسي هل لهذا الانزلاق على مستوى الجريمه في الجزائر علاقه بسنين الجمر سنين الارهاب وما شهدتها تلك الحقبه من مجازر مروعه في العديد من المدن الجزائريه هل نعم. نحن هل, هل المجتمع نحن في في مرحله ما يسمى اجتماعيا بتحويل قيم او استنساخ قيم حتى لو كانت هذه القيم شاده ولا نعم. آه يعني غير متعارف عليها اجتماعيا انا لا اخفيك بان العشريه السوداء اثرت كثيرا في المجتمع الجزائري عقليه الجزائري عقليه الجزائري نذهب للمقارنه نذهب للمقارنه قبل الارهاب وما بعد الارهاب، قبل العشريه السوداء وما بعد العشريه السوداء. نحن عشنا فتره في الجزائر كدنا ان نسمي أن يلقبوننا ببلد الملائكه قبل الارهاب، كنا عايشين امن متجدر فينا ولكن العشريه السوداء الى يومنا هذا ما ما ورثه ما ما هؤلاء المجرمين ورثوا بشاعة بشاعة القتل مثل ما كان يفعل الإرهاب نحن عشنا لا أخفيك يا كريم نحن عشنا فترة الآن يقولوا جرائم داعش نحن عشنا فترة أبشع من جرائم جرائم داعش ما نراه اليوم على شاشة التلفزيون في البلدان العربية نقول يعني الحرق, الحرق وقطع الرؤوس وقع في بلادنا من هنا نحن قضينا على الإرهاب بالسلاح لكن لم نقضي عليه فكريا بقي هذا الفكر المتطرف هو الذي نسج هذه النوعية وهل هو من الجرائم وهل هو الذي يغذي الآن هذه الجرائم نعم هو الذي يغذي هذه الجرائم الآن هذا الفكر التطرفي هذا الآن أصبحت الناس أصبح بعض العقليات بخي نيجاتيف هذه الأفكار التطرفية في المجتمع ولت فيه, ولت فيه تقليد لما نشوفوا لما حرق الكساسبة من طرف من طرف داعش في الاردن احنا نشوفوا الان الناس راهي تحرق بعضها نفس سي كوبي كولي جرائم يعني هذه تاع التطرف هي هي يعني نفس التركيبه النفسيه نفس التركيبه النفسيه فقط تاخذ الوان يت... اخرى واحد ياخذ لون داعش والاخر أنا يعني لون المجرم انا لا اخفيك ان الشبكه شبكه, شبكة تاع ما كانوا يسمى بالارهاب تلك الشبكة هي نفسها التي تتصرف اليوم سريا وتتصرف سؤال سؤال نعم. مباشر استاذة زهرة فاسي نعم. واريد جوابا مباشرا نعم. كيف نتصدى لمثل لا اقول الجرائم ولكن لهذه السلوكات، كيف نشتت هذه السلوكات من المجتمع الجزائري او على الاقل كيف نقلل من هذه العقليات الاجراميه والانفس المجرمه في المجتمع الجزائري، كيف نعمل؟ آه كريم ان الجريمه متعدده كما قلت لك، جريمه متعدده، هناك من يقتل لانه يسرق فيقتل، هناك من يريد السطو فيقتل، هناك من لديه حسابات شخصيه، هناك الجريمه يعني متعدده منابع الجريمه منابع, منابع الجريمه نعم، منابع الجريمه هي اخطبوط في المجتمع، لذلك قلت لك يعني علماء الاجرام دائما يختلفون مع المشرعين، لان الجريمه موجوده، الجريمه ممكن ان نقلص منها ولكن لا نحاربها لانها موجوده اقول لك الان الجريمه المزاجيه انسان يشتم انسان في الشارع يشتمه هو ليس بمجرم ليس ولكن يستطيع ان يرتكب جريمه مزاجيه لانه مثلا يمس له شخصيه امه شخصيه والده المتوفي يشعر بذلك سي لا كريز دو ديمونس كون ويقتله المشكل ان الجريمه ممكن ان نحد منها كيف؟ اولا ان يتربى المجتمع على القيم نربي المجتمع عن القيم هي ليست قضية حتى دين إسلامي أعطيك مثال في بلاد, في بلاد المسيحيين كما نسمي نحن بين قوسين الكفرة هم عندهم الرأفة بالحيوانات أكرمكم الله هي ليست قضية دين قضية تنشئة اجتماعية أن تنشأ في بيت وأقول من أين أتيت من ذلك البيت أن تنشأ في وسط رحيم أن تنشأ في وسط سليمة سليمة لا السوسياليزاسيون إذا كنا نحن كمسلمين الآن نتفنن يتفننون في البشاعة والقتل شوف هما فهموا الآن المعادلة يتضامنون فيما بينهم ويتآزرون وبدأوا الآن ويحللون شخصية الحيوانات كيف نتعامل مع الحيوان بطريقة رحيمة والآن الجرائم في البلدان العربية ترى ما يرى في كل بلدان عربية لسنا نستطيع أن نحدم الجريمة بالعدل بالثقافة الاجتماعية بتو ب مثلا بمشروع مجتمعي لتكافؤ الفرص في العمل، في السكن، في المعالجه، قل لي اين اين هم الان العلماء الاجتماع والمرشدات الاجتماعيات اللي كانوا يدخلوا البيوت للحد من هذا. اليوم نشوف الجريمه تاع قسنطينه، ما وراء هذه الجريمه؟ هل هي ام مختله عقليا؟ لا، يستحيل نشوف الشعور بالامومه ان تقتل ان تقتل الام اولادها، بالعكس لا دي مونتال ما نقولوش الجنون لا فولي سانكزيس با دون لا سيونس. الماناد مونتال سي كيلكان كي تو سوف سا ريزون يعني هل رايت مجنون يقذف بنفسه من 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 جسر تحت سياره تحت شاحنه؟ لو ماناد مونتال سا ريزون هذه المراه فقدت شيء في عقلها فارتكبت هذه الجريمه ولها خلفيات اخرى لا نعرفها الله يحفظ الله يحفظ عقول فقط. عقول الجزائريات والجزائريين ان شاء الله استاذه زهره فاسي اشكرك اشكرك جزيل الشكر على قبول المشاركه في هذا العدد من برنامجكم من برنامج البلاد اليوم مشاهدينا الكرام الى هنا ناتي الى نهايه هذا العدد من برنامجكم البلاد اليوم نشكركم على حسن المتابعه وحسن الاصغاء لقاؤنا بكم يتجدد في اعداد لاحقه تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق التقني والزميل المخرج سيد علي مرزوقي دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته